إليكم في هذا الفيديو أفضل 5 أفلام أكشن من إنتاج نتفليكس لسنة 2021. رقم 5 فيلم جيش الموتى. تدور قصة هذا الفيلم بعد تفشي وباء الزومبي في لاس فيغاس. يحاول مجموعة من المرتزقة اقتحام منطقة معزولة شديدة الخطورة، ذلك في سبيل تنفيذ أكبر عملية سرقة في التاريخ وسط العديد من التحديات. رقم 4 فيلم السماء القرمزية. سيسيوس ich habe ein Rezept dafür. deine Mutter immer noch nicht da? sie nimmt dann ihre Medizin. تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق. تضطر امرأة إطلاق العنان للوحش الكامن بداخلها لحماية ابنها عندما يحاول مجموعة من الإرهابيين اختطاف رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي طوال الليل. رقم 3 فيلم العميل المأجور الأخير. Sur un fax, tu envoies un fax avec un code vieux de 25 ans. Un type parti depuis 25 ans. تدور قصة الفيلم حول عميل سري سابق غامض يعود إلى فرنسا على وجه السرعة عندما تتهم حكومة ابنه المنفصل عنه زورا بتهريب الأسلحة والمخدرات، ذلك بعد خطأ فادح من قبل عملية مافيا. رقم 2 فيلم أكسجين. تم إنتاج هذا الفيلم في سنة 2021. تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والخيال العلمي. تستيقظ امرأة في غرفة تبريد دون أن تتذكر كيف وصلت إلى هناك، ويصبح عليها تخطي العقبات وإيجاد طريق للخروج قبل نفاذ الهواء. رقم 1 فيلم مستيقظ. Why don't you get some sleep? I'm not tired. Look at all the shooting stars. تدور أحداث هذا الفيلم بعد حادث مروع دمر جميع الأجهزة الإلكترونية وقضى على قدرة الناس على النوم. تجد جندية سابقة حلا لكل شيء مع ابنتها في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها. وهنا ستكون إنتاج هذه الحلقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.